لمناسبة عيد الشعانين وعيد البشارة، الـ LBCI بترفقكن الأحد قديس وزيح الشعانين وتبريك أغصان الزيتون، لتكون هذه الشموع وهذه الأغصان مباركة ومقدسة من كنيسة الصرح البطريركي مع غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، 10 الصبح مباشرة على الـ LBCI. والتنين ولمناسبة عيد البشارة ترقبوا اللقاء الإسلامي المسيحي 14 حول سيدتنا مريم العذراء بالمركز العالمي لحوار الحضارات ببطريركية الروم الملكيين الكاثوليك الربوي، التنين 3 بعد الظهر مباشرة على الـ LB2.